إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله. جزاك الله خير. تفضل الأخ أكبر لأجل كلمة شكر وتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا منا عبارة الترحاب فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ذكورا وإناثا كبارا وصغارا كلكم من أبناء الفصائل العربية التكنية. أيها الحضور الكريم من أبناء أباء التكنة هذا يوم الوعيد بينكم وفي أول لقاء لكم في هذه الديار الكريمة مع احترامنا لجميع مؤسساتها ومقدساتها. الاحترام واجب من الجميع وعلى الجميع ولأي كان وفي أي مكان. كلنا ملزمنا بآداب الجماعة وآداب الاجتماع والتقدير قمة الاحترام والمودة سيدة الموقف بينكم. كلنا ننتمي إلى فصيل من الفئة القبلية التكنية. واليوم ولله الحمد لديكم فرصة الوحدة وأمركم شورى بينكم ويد الله مع الجماعة. فأنتم جزء من التاريخ لتتمة واكتمال التحضيرات السابقة لانطلاق السفينة التكنية. فإن توحدتم وأحسنتم التوحيد فأنتم راكبوها، فما هي في الحقيقة إلا طوق حصين. يا أبناء قبائل تكنة لكل منا مقامه مع الجماعة، ولسنا في غنى عن أي واحد أو واحدة من أبناء العروبة التكنية. كلكم عليها وكلكم معها بإذن الله. فالهيجان البحري والعواصف والأعاصير تتلاطم على السفينة التكنية لتحطيمها قبل تحركها. فالكثير من أعجاف النخل تقذف عليها من جميع الجهات لشدة الأمواج البحرية، لكن المسار الجوهري والثبات عليه هو عمود الثقة في الوحدة التكنية مهما كانت الزوابع. وما أكثر من يزاورنا بالألسنة السموم السوداء وكأنهم يطعمون عسل بعلم وبجهالة. منهم على أن لا تتوحد قبائل تكنة، لكن قبائل تكنة لن تبقى وليمة للغير وهي ماضية بإذن الله إلى التوحيد وعلى الشكل التوافقي بين جميع المكونات التكنية. أكبر المكاسب القادمة كسب العقول والضمائر، وهذا ليس من السهل لشدة الشعور بالأنانية والإكراهات والخلفيات والخفيات. والحصين فوق كبوة من الرمال. ومن هنا ننادي العقول والضمائر الذهبية لتحضير وللحضور الفعلي إلى محطات المشاركة للبناء الحقيقي لتكنة بعيدا عن الإملاءات الفاشلة. فالمؤهل لتبليغ النزلات وتعميم الرحمات مرحب به بين أبناء عمومتكم. وهذه الرجال منكم ومن بينكم لتهيئة الأجواء الطيبة للخروج من ديمومة الجواثم المفرغة وإغناء وإملاء الحوض الوحدوي لتكنة بالطيبات
وفتح صدوركم للرحمات بينكم. اللهم ألف بين قلوبنا وحبب لنا صلة أرحامنا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم. وبعد، أول ما أود أن أبدأ به هو الشكر الجزيل لكل حضور ولكل من جاء من قريب ومن بعيد. ولا أظن أن حد جاي كاع هون حقيقة ما جايبوش يشمه حماسه ورغبته في تكوين بإذن الله يعني الاتحاد تكنا بفرنسا ولا بأوروبا كاملة. وما خالف حد جايبه يشمه لم الشمل إن شاء الله بإذن الله. ونحن هذا كاملين، ما خالف حد جايبته مصلحة معينة ولا عنده هدف أو أهداف جانبية بعيدة عن الاتحاد تكنا. ما خلي حد جاي وش يجمع الاتحاد كنا كان المجمع اللي خلهم. ودون نوضح الجميع على أنه هؤلاء الناس اللي متواجدين معاكم هون اللي هم اللا متطوعين ما جايبهم شيء، لأن هؤلاء الناس اللي قدامكم طرحوا فيهم اللا متطوعين ناس جايبين أصلا بدلوا مجهود يكان يوصل المجمع لهاي المرحلة تحديدا. وهاي المرحلة اللي احنا فيها هي اللي تأسس مسيرة اللي يتمشي بها سفينة تكنا. هول قدام إن شاء الله نتمنى ونمنى. وما خالي حد عنده أهداف ولا مصلحة معينة كيف ما كان نوعه، لأن المصلحة كل شيء لا يظهر، واللي كان دار لا يظهر سواء برأي سواء من هول قدام. لذلك نتمنى من مولانا عنا هذا يمشي من هول قدام إن شاء الله. وهذا في حد ذاته إنجاز، يعني إنجاز كبير، إنجاز عظيم، عنك تجي الناس من كل بلد جاية وافدة هون لغاية محددة معينة واضحة، ومن أجل باش نتقناو. وهذا النهار إن شاء الله يكون عظيم ونتحدوا فيه جميع الصعاب ونقروا فيه مصير اتجاه سفينة التكنين إن شاء الله من هول قدام. بندور نقول هو عندهم عندكم يعني إنسان يعدل ذا كامل ولا أحد عنده خلفيات لهذه الأمور. نتمنى من مولانا يعني يفهم الرجاج ذا الوضع، رغم هذا اللي يتشدوا فيه وهذا الإنجاز اللي يتعدلوا وهذا المرسوم اللي له يمشوا فيه، راه ما عنده أي اتجاه ولا توجهات سياسية ولا خلفيات من اتجاه معين. عنده هدف واحد هو اتحاد تكنا، ما وراه ولا قدامه، وفاصلين بينه مع السياسة ومع أي جهة كيف ما كان نوعها. حد وحد تكنا ومصالح تكنا والدفاع عنها إن شاء الله بإذن الله. ويعني يالت الالتزام بالدفاع عن المصالح المشتركة تكنا وحقق لا حركة حقيقية بدون وسائل مادية مشروعة وخاضعة للقانون اللي احنا فيه، يعني قانون الدولة التي تنشط فيها اتحاد تكنا، يعني نوع من الاستقلالية. هذه أمور واضحة وراه ما خالق شيء له يخلق يشمه بهاي المجموعة اللي حضرت. الناس تتكلم في كل بلد وكلها يعطي رأيه وكلها يعطي مقترح وكلها يندد وكلها يرفض وكلها ما هو قابل أشخاص معينين، والله ما هو قابل الرواية كاملة. هو تكني ومن حقه يتكلم ومن حقه يعطي مقترحات ومن حقه يبذل مجهود في أي شيء، ولكن ده كامل في نطاق اتحاد تكني. وأي شخص عنده مصلحة معينة أو نوع معناه ولا يتصور عنه قد يدخل معه في اتحاد تكني إن شاء الله. والبرنامج اللي تعرفوه هو ذا هو منكم اللي موجودين تعرفوا البرنامج كامل حقيقة، برنامج واضح ولا يوضح لكم الصورة. وعندكم مجال الأسئلة اللي يبغى يطرح سؤال والله اقتراح عنده الوقت المحدد اللي يعطي فيه ذا كامل، وعندنا والأجوبة على المستطاع ليجاوب كل شيء على حد إن شاء الله بإذن الله. اللهم يسر يا رب العالمين. وصلنا ومنا. هلا تفضل أخت فاطمة تكلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يبدأ الكل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما تعلمون الأرحام وصلة الرحم هي اللي جابت لهون واللي اللي ماشيين من أجلها وجايين هون من أجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسأله في أثره من أراد أن يسأله في أثره ويمد له في أثره لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يكثر له في ماله ويسأله في أثره فليصل رحمه. ونحن هنا كما تعلمون عندنا ميراث خلاه لنباتنا واجدادنا إلا بمجرد المشي فيه بالنية يبلغ الإنسان ما بلغ إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى من صلاح الدنيا والآخرة. يقول العرب عنه كل خطوة جاية إنه معاه ملكين، واحد يسبح له واحد يأمن له على أي دعاء مستجاب الدعاء. يقول لكم عنكم هواك في المجلس اللي له إن شاء الله نحتسبه عند الله مقبول، وأكيد مقبول بيدي الجماعة عن كل حد منكم مشديه يعود عارض عنه لن يعود يدور يعقب يجي يوم الحشر يتندم على نهار ما مشي في المشي اللي هو الجمع اللي هو صلة الرحيم. إذن عني داعيتكم يا أولاد عمي وبنات عمي كاملات لا يبقى حد منكم ولو بنيته، ومهما عاد عنده تساؤل ذوك خالق لهم ذوك خالق لهم الاختلاف عادي وظاهرة صحية، والإنسان الناس كاملة تختلف غير الهدف أسمى وأكبر من اللي عود أي إنسان يقبل يختلف عليه بين اللي هو اتحاد تكنا. وكل حد منكم هون مدعو أنه يدير الهدف قدامه ولا يتعامل معنا احنا هذا كبشر، احنا نقدو نمشو شوي ونعقبو نرجعو تجي مادة خرج بها منا وصالحة للمرحلة. هذا عمل عبادة أولا، وناصحتكم ومذكرتكم بالله يا أولاد عمي وبنات عمي أنا ما يبقى حد عنكم منه، وندوروا عند الله تبارك وتعالى نختصم. اللهم إني قد بلغت اللهم بشهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن الأخ سعيد من أجل مستخرجات الاجتماع السابق. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول كلمة لنقولها وهي كلمة ترحيب، وبالنسبة لي قليلة في حق الإخوان الذين حضروا ولبوا هذا النداء وجاءوا من بعيد، وكذلك الإخوان الذين أتوا من قريب. أشكركم جزاكم الله خير، ومرحبا بكم جميعا في خيمة أهلكم خيمة تكنا، ولا تحتاجوا تنقالكم به اللي هنا تيان هاي الخيمة اللي قاعدين تحتها خيمتكم كاملين، ما هي الحد عن حد. هذه قضية خاصة فهمها الجميع. أنا اللي نتكلم عنه شوي وهي منهار اجتماعنا في 1/6 الموافق ل 27 رمضان، اجتماعنا في صالة مالي هي، واجتماعنا وخرجنا بنتيجة على أن هناك تنسيقية إن شاء الله لتمهد الطريق لهذا اليوم. نهارنا ذاك ما كان محدد تاريخ، ولكن محدد الحمد لله على ذلك، وهذا اليوم هو اليوم في التنظيم، ما هو يوم هذو الناس اللي قاعدين هنا في المنصة الرابعة. اليوم كنتم هذو كانوا محاربين اتفروا فيه لمغيب لاهي تختاروا ذاك اللي يصلح التكنة، وأمر تكنة نأكد لكم هنا تيام قدامكم على أنه في أيديكم. بغيتوا تصلحوها صلحوه، بغيتوا تقارسوا في ثاني لكم هما أدربي، لأن أهل مكة أدربي في عدل. هذه القضية ينبغي نقول أنا، وعلى أن التنسيقية الإخوان اللي في التنسيقية ما ننساهم، والشكر الله يجزيهم كفر خير، عانوا
مشاقات السفر والترحال منين شاو للمغرب اجراو جزاهم الله خير وقاموا بعده لقاءات هناك في المغرب وسهروا الليالي ورفضوا الدوايل في الحمان في زمن الصيف من أجلاش من أجل إنجاح هذا اليوم ومن أجل توعية أبناء تكنا بأهمية اتحاد تكنا. تكنا كما تعلمون جميعا في أمس حاجة إلى الاتحاد ووضع اليد في اليد، وأبسط شيء أبسط شيء يا إخواني وهو التعارض. إحنا نبغى نعدلوا ولو يوم لقائي أولادنا يعرفوا بعضهم البعض وبناتنا يعرفوا بعضهم البعض، هذا قاع وذلك أضعف الإيمان. الله يباعدنا متحدين وعلى قلب رجل واحد ياسر من الصعاب نقدر نتحداه، الكثير من الصعاب لهي تزال من أمام طريق تكنا. مساعدة المرضى، مساعدة المحتاجين، الوقوف إلى جانب ياسر من الناس اللي أمس حاجة لهم، هذا هو هدف تكنا. هو فريق بغي نقول لكم على أن تكنا في حاجة إلى أبنائها البرارة، تكنا في أمس حاجة إلى كوادرها إلى مثقفيها. إحنا هنا في رمضان ما نبي نقولوا علمنا، الحمد لله أقرأ من وحدين والله أخضر من وحدين والله عندنا دراية أكثر من وحدين، رغم باقي الناس اللي فيهم الكفاءات اللي فيهم مسؤولين باقي الرجل المناسب في المكان المناسب باش ما يعود أي خلل باش ما تعود هناك أي شوائب. وراه مرحب ونعل ترحيب بالجميع وتكنا في متناول أبناء تكنا ومصير تكنا بين أيدي أبناء تكنا. هذا هو اللي بغى نقول، واستسمح على إطالة الكلمة. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. الكلمة يتوجه للأخ عبد الله السامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الحضور الكرام مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، وشاكركم على الحضور ومرحبين بكل واحد وحده ومصافحين كل واحد وحده، واحنا وانتم سواسية في المصلحة بنايها في مصلحة وفي نجاحتك لها، وتفرح بلقائكم هذا اللي كل أحد يشوفه من بني مغرب مخفيتك لها في المستوى الدفاع. اليوم لا شك الإخوان جزاهم الله خير قالوا ما في الكفاء، احنا هون غيرتنا كيفكم كاملين، غيرتنا على تكنا ولا شيء غير تكنا، الله تبارك وتعالى ثم تكنا ثم تكنا. وهذا اللي تعلمنا من تكنا الشتوه وحسيته به، ولا شك انه حوار وزاد الذكر كان يقول البعض معناها من تانيش من الاقصى من كل حد يلحق بها مبتغاه وتكنا مدور ويا الغرض. اذا هذا تكنا غالي عنه واكبر من كل مكونات ومنيت حق مكانتها اللي هي ما هي ضد السياسة ولا هي ضد قانون ولا هي ضد يعني جيران ولا هي ضد أي حد إلا مصلحتكنا وتوحيدها وتقويتها وترجع لمكانتها التاريخية بيكم طروحاتكم بدعمكم بمشاوراتكم ببناء ثقة بينكم. إحنا مع بعض الإخوة شفنا فكرة ربما لها ميزتها ولها دورها ولها مكانتها، وانتم هذا لا تشوفوه ولا تفتوا فيه، وهو لكم لكم بنايو لكم قيادته لكم الكلام فيه لكم تهيالو إلى شتوا فيه اللي ينشاف والله اللي يندعم، ألا وهو مجلس تكري أوروبي التكنا فقط. هذا المجلس هو نقوله اليوم والله نحط يعني خطة عمل اليوم، ولكن يبقى التشاور كل حد يهيله تمثيليا
بالمكونات التقنيه الشيء التمثيليه مثلا منيح عندهم ايدين ومشاطرين في الفكره. هذا المجلس الاوروبي التكري مشاركه فيه كل الدول بمعناها من ساكنتها التقنيه، وكل دوله تعطي تمثيليه عن اسم الدوله، والمكون يعطي تمثيليه عن اسم المكون اللي هو مكون القبائل. وهذا ينعطى لهم ضغط ويتكونوا ويبنوا مجلس متكامل بيجانوا بتخطيطوا. ولكن هذا لكم انتم، هذا انتم، هل انتم اللي تدبوه، انتم اللي يتعدوا فيه يرشوه. وحنا اليوم حطينا لا فكره، ما نعملناش شيء ولا جايبين شيء الا المشاوره تحت رحمة شارتكم ومعاكم، وهذا اللي تحسوا به. وحنا ما نتكلم 100% وحد اخر اقل من ذلك. احنا عندنا فقط حبس، وذا اللي شايفين انتم شايفين اكثر منه، ولا لنا اكثر من حد تماما، ولا نوجدوا حد ولا نعلموه ابدا. يعني ناس تقنيين كيفكم، غيرين كيفكم، ومساهمين، ولنا الشرف كبير نعود مساهمين في البناء وليست القياده، وما عندنا فيها رغبه، ولكن احنا الشرف من الكبير نعود مهيئين هذا الى لكم. ولكن هذا المجلس هو لابد من شيء قانوني، كيف معناها جمعية تعود باتفاقكم ومشاورتكم وفيها المكونات كاملة دائما، باش ما يقول حد احنا مقصين ولا ذاك. المهم هذا بشكل واضح، واللي عاد خارج شيء في هذا الميدان ما وضح لكم، احنا تحت رحم اشارتكم ومستعدين للجوبة على حساب المستطاع. مرحبا بكم سهلة، ومشكورين، اهلا بكم سهلة مرة ثانية. شكرا اخ عبد الله على الاستفسار. للاضافه للتشريف على عبد الله على ان يوضع حجر اساس المجلس اللي هو مجلس اوروبي تكني. اشرح لكم على ان المجلس عباره مجلس عندها قيمتها وعندها افقها وعندها مكلمه كبيره. فرق بين مجلس وجمعيه. مجلس يفرع بين، مثلا باش توضح الصوره، يفرع بمكونات قبليه، فيه مكونات قبليه من كل قبيله يعطوا مكون من رجلين الى اربعه ولا خمسه من كل قبيله، وفيه تمثيليات الدول في اوروبا. كل دوله تعطي مثلا شخصين الى اربعه الى خمسه الوقيش يمثلوها. هذو كاملين تحت رايه المجلس اللي هما اللي ياسسوا المجلس. هذو المكونات القبليه والتمثيليات الدول هما اللي يفرع منهم اللجنة هما يفرعوا ذاك كامل، لجان اللجنة التنفيذية، لجنة التواصل، لجنة كذا، لجنة كذا، لجنة كذا، هما اللي عاودوا يتحكموا ذاك كامل. غير ذا احنا في فرنسا تحت راية فرنسية، تحت قانون سالبي العمل على اللي في فرنسا كامل. لابد لنا من إطار قانوني باش تجي قايس الأمير وتقول له احنا مجلس بغينا قاعة تمن منهم. مجلس يكون مجلس ما وفهم يعرفوا من يتعدل جمعيه تعود تحت اطار المجلس، لان لا اسم مجلس ادخل من اسم جمعيه، لان الجي اساس جمعيه. خالد حلمي اساس جمعيه في دقائق، نهار الاثنين يطرح الاوراق تمرق الجمعيه. يا غير المجلس عنده حجمه، ومنين قال مجلس سكنه من غير تكنيين قبائل ثانيه عايدة عندها صدى بعيد، قد تعرفوا الناس عادة من هون القدام. لذلك هذا كامل راهو ماذا تقرر، ولا قرر شيء نهائيا، والجمعية ما قررت ولا قد حد يقرر شيء. تكنا ما قد حد يقرر شيء، لا من هاي الجماعة تراعوا فيها من قرروا ولا قد تقرر. التقرير النهائي عند هاي الجماعة اللي جات، وهي اللي تقرر، وهي اللي تقول، وهي اللي تفتي في ذا كامل. حنا منين جينا هون عدنا مجهود باش يتقال هذا الرجل في هاي الصالة من أجل هدف واحد، هو أنكم تتقالوا وتعودوا في البلد. ومنين جينا هون لابد لنا من عدلوا برنامج مسطر للقاء. يعني راهو ما هو منا حنا عندنا لا نقروا ولا لا نعدلوا ولا لا نواسنوا، هذا لا محد الناس مجمعه عن برنامج مسطر. ما هو اللي جينا يتم يتكلم غير البرنامج والفكره
عندنا احنا فكرنا بالنوع من الافكار كانها تبلور بين التقنيين اللي يعرفوها وراهم ما هو المجلس جاي يكون اليوم تحديد اللامي يتغل موافق على بناء الحجر ولا خارج المقترحات ولا خارج النوع من الأسئلة ولا خارج حد باغي يجيك ولا خارج حد باغي يتقدم قدام بسم الله باب مفتوح الباغي بسم الله يتقدم والخلفيات اللي كلها عند حساب شخصي مع واحد ثاني خلونا على زر احنا عندنا هدف واحد تكني اتحاد تكنى كل الحسابات تبقى برا ما بغينا حد يجينا يطرح لنا حسابات الشخصية احنا عندنا هدف واحد يا الناس هو اتحاد تكنى وطرحنا هاي فكرة مجلس اوروبي تكني باش تجد عندها هدف كبير وصداها كبير وانتم ادرى بذا كامل لان انتم اللي يتحلوا هذا وانتم اللي يتقرروا فيه وراه ما قرر حد ولا يقد حد يقرر ولا يقد حد يمرق شيء من عنده ويتبناه وهو واحد من التكنى ويقول عدل التكنى ابدا ما يقدوا انتم هم اللي تقرروا انتم هم اللي تحدوا وانتم اللي عندكم النقاش حاليا تخطوا المرحلة الأسئلة وقتنا محدد الله يجازيكم الباغي يعطي سؤال الله يجازيكم يطرح تبسمه ويجي ويقبض الميكروفون قدام الملأ ونزيدكم إضافة ثانية على أنه الله يجازيكم بالخير لأن هذا هو كامل لايف مباشر راهو في العالم غريك يعني دايرين مباشرة في العالم الناس كامل تشوفنا تكنيك فرنسا تجمع تكنيك فرنسا تتناقش والنقاش يعود في أوروبا كامل يعني العالم كامل يشوفكم في انتظار هذا اللقاء الله يجعل فيها الخير الله يكمل علينا وعليكم بالخير اللي عنده سؤال يتفضل ونعطيه الميكروفون ويمشي ذاك الزر ويتكلم ولا يجاوب إن شاء الله بعد مين تنتهي الأسئلة نبدأ إن شاء الله الأجوبة تفضل وعم تكلم أبراهيم حرص المداخلة ديالي للاجتماع اليوم واللي كيتكلم بس تكنا ربما ما علموا كل شيء اللي حضرها هو هذا اللي هي قد هي ترسيحية هو اللي بغى يخدموا هاد الخدمات ترسيحية في أوروبا لأن كنت أخذنا الفكرة ديال الواتساب ساعة نديروا بعد التليفون بعد الأرقام كنا نديروا بعد الإخوة بداية ديال الاجتماع لنا في 27 في رمضان قلنا نديروا بعد الإخوة اللي كاين في أوروبا وما تفقناش قلت ما نديروهمش واتساب قلنا هي هذا الواتساب هذا قام بلجيكا قام اسبانيا قام الفكره الاولى دابا هو العمل على التنسيقيات التنسيقيات نعرف اش كاين في بلجيكا فرنسا والدول الاوروبيه اللي فيها تنسيق ثم نشوف تنسيقيه باريس سموها تنسيقيه باريس تنسيقيه فرنسا ولكن التنسيقيه فرنسا كما قلت انت هي خاصه وثيقه قانونيه باش تتكلم مع الاميرين باش تجاوب معاهم باش الخصائص وهذه ولكن بغيت نعرف انا دروك واش قابلين الناس يتكنا هذا اللقاء اللي غادي يكون حنا قابلين كامل معاه وكاع اللي فينا حماس كنا خلينا خدمتنا وجينا قابلين طريق غالبا اللي نقول انا يعني هي كتسمى غادي نخدموا على خلايا تنسيقيه بحال جمعيه وهاديك الجمعيه خاصها تكون غير الناس الحاضره يعني ماشي غاتكون في تقدر دير المكتب ولكن هاد الناس الحاضرين هما غيديروا الجمعيه غادي يصوتوا وغادي يقولوا الكلمة ديالهم وغتعينوا المكتب ديالكم هنا وتنظروا الوثائق ملي عدت كنا كل شيء مدتوا هاد الأشخاص مرة غادي يكونوا المكتب غادي تمشوا بهاي الوثائق غادي تمشوا بها ولكن ما تخرجوش على المواصل القانونية أنا خرجنا شوية على شي نقطة ذاك النهار ولكن ماشي مشكل ربما حنا نساك غادي نوضحها من بعد لأن ما غادي نقولها لأن هو صدقني طرح فكرة غادي نعيط ما حنا جينا في رمضان جينا ك قافية الحمد لله وحضرنا اللقاء الأول ومزيانة الخطة التحركات ديال الإخوة في كرينيا مزيانة لأن التكريمات كاينة في أوروبا ما كاينة في أوروبا ودابا الحالة الشوية الحمد لله ما كاينين تكنا والتعارف بيناتنا لأن حنا عارفين العلاقة اللي تكنا العلاقة اللي كنا من عهد عهد المجلس ديال تكنا هو الرجال حنا ساكنين تحت حنا والطيب والحراس من بعد ديال الشيب دارت العهد البصري العهد الفني حنا تكنا عندنا رياض عندنا في موريتان عندنا في الخيامات عندنا في جريمي عندنا في كلشي تكنا واحدة عندنا وهذا اللقاء حنا غادي نقدر نطرحها كاملة باش الناس ما تقلتي غادي نتكلمو ونخلو المكتب ميدا فهمت وانتوما جيتو اليوم غادي المكتب هنا المكتب غير تاعي قدام هاد الشماعة ما غاديش ندير في الواتساب الناس ما هي حاضرة ولينا عندي شي نقطة
ما يصالحي يدخل بها الاخوان يدخلوا كامل، النقاش ما كاينش عادي. انا عيطت شحال واحد يجي للاسف ما جاش لنا بزاف. هذا واحد يجي من بوبي يجمع يودي الناس للطريق. هذول يقول لك زعما هنا وين تحمسوا ونزيدوا، انتم مثلا مشيتوا بهذه القافله دروك مشيتوا بها دابا في هذه اللحظه هذه غادي يجيكم الناس، غادي يقولوا الناس ما كاينش واحد يعرف انا كل شيء كان غادي يجيكم اليوم. ولكن عندهم اجتماع حتى هما ديالهم. هذا غير البدايه هذه. ولكن البدايه خصها شي قانونيه ماشي انت منصف قبله وتعرف. السلام عليكم. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صالح التول من تكنا. أولا نشكر كبار على الحضور اللي حضرتوا به كاملين. اللي نبغيه من قريب وما خليت باش لا نقولوا صراحة. من فاطمة إلى صالح إلى الحضور الكريم. ونعرفوا عن 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 ما جاب حد يعني بركه ولا ثلاثه ولا جاب شيء ثاني، جاب كان الحماس والحماس والاتحاد دائما تاع كما تعلمون عن القوه والمسائل اللي بقى ومصيركم الله ماضيكم ومستقبلكم انتم بين ايديكم وراكم شايفين تكنا عارفين حد خبر كان تكنا نعرفت في موريتانيا نجحت إذا ما قلنا 40% نقول 100% ما هياش طلعت من ذيك بقيت مستوى لقيت الحسن أزوا خيط عاد تكليتو وفعلا وعاد نعلم بها وبصمة بصمة كبيرة لنا في موريتان والله يجازيهم يرحم اللي توفى ويطول العمر ذا اللي باقي والله والله صراحة هي اللي تكنا الحالية عارفين أخبارها وبيت ما تتخلي يا غير الحمد لله بافكاركم انتم راهي طفات على 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 الماكينه الزيت منه بحد ذاته يا قارئ السكنه والله يكون عاد مطرح السكنه مناقش او انتصار انتصار الحد انتصار الحد ما كنا نناقشوا به تعرفوا كما كاملين السكنه تقد تقطع صوت كبير والسكنه تنجح ما هي مستحيلة أبدا تكنا إلى توحدت لكن تاسر قبل شر تل من ما عادت يا خاصة تعود الرغبة والرغبة هي كل شيء حتى أنتم تكنا كيف تعطوا يا سيدي شي زي ولا تنجحوا وطلعوا له يطلعوا وتنجحوا له تنجحوا وتطيحوا لله يطيحوا وأعدائكم عارفينهم ولكن دائما شنو قال الرغبة والعمل والجد والاجتهاد ومن سال على الدرب وصل والسلام عليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا أخوتنا الرحمن والمعلم الرحمن تكلم مكونين في جوه. ونعشاك يا من عقب في الله لما تتفضل بالعينين بالمريض بالبارك هنا بكم الحمد لله ما خليت لنا عشان نقول جزاكم الله خير هذه فكره زينه الله يجزيكم وسميت كنا والله هي زينه خبر على قلبي بعد يا غير الله كي قال الاخو حنا كل قبيله ولا كذا اللي قاعد يدرس اللي قاعد يدرس الشارع وكل شيء كل قبيله يمثلها واحد راهي زينه زينة كلها يتكلم مع أهلي ومن هذه تجمع الناس كامل يا غير بعد شيء خلينا حق وهذا اللي نقول لكم شكرا على الفكرة وشكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله هذا اللي معكم بشار يا بشير مبدا قبيلة الكاسي أنا اليوم أنا وولاد عمي هنا نشكركم وقبل كيف سنكون نشكركم على هذا الشيء اللي دارين اليوم تحت مشاكل ونعالجك العدل والحمد لله رانا فرحانين بهذا الشيء اللي ديروا ونهار كبير اللي لاقيين فيه كامل قبائل المقيم أولاد عمنا الثاني
هو اليوم على السؤالي السؤال إلى إن شاء الله جمعنا كامل و تبعي كان مجموعة هنا كان مجموعة ومتفاهمة شنا من المشاريع إن شاء الله إلى هدى المهول بيتا هذا هو السؤال الثاني وشكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل كالي نتشرف بحضوركم اليوم ونشكر الأجنة المنظمة لهذا المسمى على أي حال باقي سمى حمار إبراهيم تكنيك من مكونة مسوعي سبق أن في يوم واحد في شهر السابع نجتمع نفس عالمية هذه فسمحوا لي أني بحث شوي قبل البرد على كل حال وصلنا لبعض النقط في هذا الملتقى أمر الله يوحدنا تكنا ويفرحنا التوحيد حقيقة ونعتز بها ونفتخر بها سيفنا وحدين منها زيادة على ذلك سمعنا وبعد الشائعات قال لكم اليوم هذا النهار يتكون جمعية تمثلت كنا في أوروبا الله أعلم حكيم هزي راسك تحت أمر رأيك ولكن ربما هذه الجمعية قالوا الناس وحنا بغينا نسول لكم واش بزات هذه الجمعية اللي تعود اليوم ولا بداية هذا هو اللي بغينا نوصلوا فيه ورانا نختاروا علينا نوصلوا فكرة الإخوان كاملة على أن رأى ما كان حد مثلا يمثل كان إلى حد الساعة هذا هو باش نوضح الأمور وبغينا المساء يتعود شويتين واضحة الضوء جزاكم الله خيرا واستسمح على الإطالة ولكم واسع النظر مرحبا وسهلا كتوضيح لرأي عام بحكم أننا حضرنا في اللقاء 27 رمضان مخرجات اللقاء كان فيها على الذي تم الاتفاق عليه هو تكوين لجنة التواصل والإعلام بإخبار الناس حول اللقاء المقبل اللي يخلف 5 أكتوبر اللي هو اليوم ما حددنا لكن ما حددت تاريخ صح اتفق معك الواعنة هذا ما تم الاتفاق عليه اللقاء السابق ما كوننا لجنة تكلم باسم فرنسا ولا كوننا تنسيقية تكلم باسم فرنسا ولا كوننا تنسيقية تمشي تمثلنا في واد بنون ولا في مناطق أخرى لا أحد يملك الشرعية لحد الساعة باش يمثل تكنة فرنسا ولا المكون البشري اللي ينتمي له وشكرا الرجل اللي كامل اللي يتكلم ما هو متكلم من منطلق نفسي ولا من منطلق شخصي ولا كله فعلا هامته مصلحة تكنا وما هو ما هو ما هو إلا الخلاف والله يعني هو الوقت يتكلم أصلا لا معرفة بهم شخصيا ما يصغر بهم وناس تبارك الله تكلموا وكله يتكلم في هدف معين هدف شنو هو اتحاد تكنا الأخطاء يخلق والله أي شيء يخلق يحنا لا بادلين مجهود منا أما الشيء مرة كله عنده خد اليوم بكري قلت استراح بلو يعني ما مشكلة عنده مشكلة قلت استراح بلو ألا غيرته هي اللي خلاته يبذل هذا المجهود ويقاني هذا الناس إلى قد ديقانيهم إلى قد ديقانيهم والمقترحات اللي نعطاتها لا مقترحات وما يقد حد يقرر والله يتكلم باسم تكنا والله كون باسم مكون البشر يكون باسم قبيلته ما يقدر وهاي الجماعة اللي هون ما تمثل حد ولا تمثل تكنا ولا تقدر تتكلم باسم تكنا وهذا الجماعة اللي هون ما يقدروا يتكلموا قاعد باسم قبيلتهم ولا يقدر حد يمثلها لأن وإحنا لودوا الحلول أخطاء تخلق وكل شيء عدل حد هذا يتكلم عن محمد سالم الأخير زي فعلا وقوة أخطاء من الاجتماع السابق وذاك اللي قال بلوا لأن مستخرجات الاجتماع ما مشوا خطوة خطوة ولكن الناس تخبطت ووقعت في الأخطاء والناس توقع في الأخطاء ولكن ما هو بقصد نيات شينا والمهم ذا هو أنا رجال الحمد لله ذا هو الاجتماع أسئلة خلقت ما ظنك حد على حد ما تكلم حد في وجه حد بالكلام الشيء وهذا رو والله العظيم الله خطوة زينة لقدام احنا اللا بجماعتنا اعطينا مقترح
قلنا عن كانت عنده عظمه المجلس والجمعيه وذا الشيء ما يقدر يتكون اليوم كيف قلت لكم ما هو لا يتكون اخ ضغضف قالها ما يقدر يتكون بهاو الوقيش يا غير احنا لا بدنا نعطوا افكار ونتكلموا فيها ونلوذوا لها بحلول معينه اذا بغينا اتحاد تكنا هامنا في شيء ما يمكن عنا احنا نجو ونضيع وقتنا وكلها جاي دافع وطارحين من جيوبنا فضل وجايبين كذا وغابين الصاله وكذا عني انا عندي غايه في نفسي يعقوب ما تقد صح وما قد حد يقرر بس نتكنا هون اي شيء وما نقدر نمرقوا من هاي الصاله مقررين بس نتكنا كامله في اوروبا وانا علينا يا غير عندنا خطوات الى سادقت عليها هاي الجماعه تقد تعدل عليها حاجه رساس كيف قلنا مثلا المجلس ما نطرحوا اسئله فيه ولا ناقشنا حد فيه يا كان حد عنده اقتراحات والله حد يعطينا مقترح معين افتحوا لنا ان جروب سبيسيال فيه الناس اللي هامه تتكلم وينطرحوا ينطرحوا قانون داخلي ما هو حد يتكلم في حد لا يجيب مقترح يجيبه حد ما هو جايب مقترح ما يتكلم في وجه حد نهائيا حد لا يعطي سؤال يطيح ويحاني الاجوبه تجيه من الثاني والاجوبه نظيفه لا في حد يتكلم مع حد كلام ذاك هو مالقهوك والله مالقهوك احنا اللي جبنا مقترح يا الناس عادت عنده قابليه زين وممكن ما عادت عنده قابليه الناس راهي مالي توقف واقفه في البلد واذا كان اللي من اجل اتحادها قلنا عنه المجلس عنده فخامه باش تسمع مجلس سكنه وسط البراني هو راهي سكنه فرنسا جمعت لو ولو قال نغضب عنا ما قد نمثلوها يا غير لابد نعدل خطوة إلى تنمينا ذنبت إلى تجمع تكمل فرنسا كان تجمع ما تقد تجمع كان إلى ما عدلنا خطوة لقدام وتحركنا كل هاي تحرك بجهته من غير تعمل تكنا راه ما هو من مسؤوليته والله مسكن شي فيده والله لا يظهر عنه طالع فوق ذي الطابلة والله كذا نو كل هاي تحرك بنيته وحده عنه لا يخلق مجلس التكنة فيه كل قبيلة تعطي مكونها تعطي مجموعة منها اثنين إلى خمسة كل قبيلة يتوسعوا عليه يتقناوا في بلد يجمعوا يتعشوا كذا يمرضوا خمسة من عندهم أطر كفر كلها يعرف أطر الكفر حنا قبيلة ياقوت لأن قالوا خمسة الوقيش من الناس المعطل حنا قبيلتنا ما يتقدم شيء ما هو في مستوى دكاترة أساتذة الناس اللي في مستوى محترمة هذه فكرة أعطيناها الوجوه القدام كانت قد تخلق كل إذا عادت تقد كل قبيلة تعطي أفراد منها ألا في الناس اللي في المستوى الأكفاء الأطر ما هم هاي الجماعة نو هاي الجماعة لا جاية وتعطي أفكار وعنها حماسها ما يداخل الشيء وتقالي الناس في قاعة وكذا وكذا مرة وما يجد حد يقررهم بس متكنا نهائيا ولا يجد حد يقرر بس مقابلته أنا الله والله يتكلم فيكم ولو يعود أنا قاش معروف قبيلته لا يقولون ما يمكن أنك تتكلم بس مرحنا نهائيا يا غير تقد تجمع الناس كاملة تجمع الناس وتعطي اقتراحات الفكرة المجلس والله فكرة الجمعية الناس الخبراء في قطاع الجمعيات ويعرفوها لأن أي رجاج القمانة ولا غضفاك وحمهم شو الصبح الاثنين هذا ونهار ما الصبح نأسوا جمعية سهلة وثاق طب بريفكتور مرقنا ريسيبيس راي تتكون الجمعية وبسيطة أخبارها قال الجمعية قلنا عنها تقعد في إطار تحت المجلس كل شيء تحت المجلس والمجلس ما بتكون من القبائل والتمثيليات في أوروبا هذا لا هدف عن موعد كبير ولا قد يحقق لا لا قد والناس ما احنا باغي عن تكنة تعود قدام البراني عنها فخمة وفخمة يولها خاصة التحت واتحاد تكنة ما باغي حد من هوك ولا هوك خلي الناس اللي إلى عبنا احنا بيننا كل هاي هرف الثاني أما اتحاد تكنا إلى التحت ما هي في مصلحية أي اتجاه معين ولذلك اتحاد تكنا فصل مفصول فصل نهائيا عن التوجهات السياسية ما هو داخلها ما هو مغرب ما هو عجبها ما هو عمالي ما هو موريتان ما هو عبلب اتحاد تكنا كل بغينا عدلوا اتحاد تكنا فرنسا لقدرنا نغلو عليه غير منين عاد فيها مجلس كبير هاي لياتك حاسات كريم منين يعود مجلس أوروبي التكنة دخل وزين ومنين يعود فيه شتى القبائل كاملة ومن هون يمشي يرقاش يجري عند القبائل ويطرح عليهم الأفكار ما يبخل شيء يطرح الأفكار كانت كل تصلح غير لا مرقت هاي الجماعة كاملة تبارك الله باتصالاتها كل شخص عنده اتصالاته
والواتساب ذاك ما خلى عيب. عندنا احنا مراقبنا من ذا الاجتماع بفكره عن تكنا الى قد تعدل مجلس اوروبي كبير دخل يقدر يجمع كل الفصائل من التمثيليات ومن المكونات القبليه. فكره زينه، لذلك زين عندنا عندو اقتراحات في ذا المجال. كان يقدر حد يكتبه وحد كامل باغي يتقدم ويناقش وعنده افكاره، مرحبا به، الباب مفتوح لاي حد، والله ما يقدر حد يقصي اي حد، والاقصاء ما هو خالد، ولا يقدر حد يقصي حد نهائيا، ما يقدر قاعد لا ما يقدر تشوف، لان حد تكلم ما يقدر حد يقصي، وحد يعرف الواقيش اطر يجي يقول راهم خالقين اطر كذا فلانين فلانين، راهم ينفعوكم وراهم كذا، وانا راني معاكم وبسم الله فاش ما بغيت يلا. ولا عادوا مشاكل شخصية تلاقاش مع شخص ثاني ذاك شيء ثاني. اي مزريع يجر ما عندنا من عدو بالمسائل الشخصية. الله يجزيكم الخير واسمحوا لي، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورين جزاكم الله خير على طرح هذيك الاختراعات وعلى الأسئلة وعلى الأجوبة، جزاكم الله خير. اللي بغينا نقوله هو إضافة اللي قلتو حنا هون، لا شك أن دائما اللي يجمع مستحيل على أي مسألة، ولكن متفقين كاملين على مسألتنا نتفقوا عليها ونديرها في إطار مشاورات ونعين لها تجمع ثاني باش كل حد يهيئ نفسه، وراهي المصلحة ما يقدها تجمع واحد ولا يقدوها اثنين، تستمر باجتهاداتكم بطروحاتكم بأفكاركم كاملين باش توسع الفكرة وباش تؤيد من مكوناتكم كاملة وباش نعطي لها وقتها باش تبتل على صح. اليوم أي مسألة هو كل حد عنده فيها نظرته، لأن المصلحة واحدة والنظرة تختلف. اليوم هدفنا هو تمرقوا بشي متفقين عليه، أسوأ خطة عمل للمجلس التقني الأوروبي، وهذا شنو رأيكم فيه؟ إلى عاد اللي مهم عندكم هو تكلموا فيه، وكل حد يرجع لمكونه وكل حد يشور مع مكونه، وكيف قال حاكم جزا الله خير ما خلناش نقولوه، ذا اللي بغى ينقال قالوا بخلاصة أو باختصار. إذا لابد من تكلموا في المجلس لأنه عنده دوره، عنده رمزيته، عنده مكانته، والمكان اللي تقدكنا هو المجلس لأنه عنده حجمه وعنده أسمه وعنده مكانته يعني بالنسبة لتكنا. تكنا ما وين عنده حرب حرب ما نقدر نجمع على اسم جمعية، جمعية ياسر جمعيات ياسرين، وإذا كان إحنا ما نضد جمعيات، ولكن تكنا ومسائل تكنا متميزة على الجمعيات ومتميزة على الماضي، ولكن بغات الحاضر وأهله ومكونه ومكون الحاضر بالأساتذة بالشخصيات بالكفاءات اللي عندكم، وخاصة تستغلها تكنا في بناية تكنا وتضحيتها من بناء تكنا. إذا اللي بغيت نقول ما نطول عليكم هو بغيناكم تتكلموا في المجلس ونظرتكم في شنو، لأنكم أنتم تحطوا خطة عمل والبناء تأجلوا وقته في وقت الاجتماع الثاني ولا بد من اجتماعين والله هكاك، ولكن عينوا على الأقل وقته وشوفوا شنو رأيكم فيه. عاد هذا المجلس صالح بكم، احنا ما عندنا شيء اكثر منكم وشايفين فيه ذا شايفين احنا، عاد ما هو صالح بكم احنا لا حد كيفكم، وهذا هو اللي بغيت نقول لكم. مشكورين مره ثانيه. وانا لا احتاج الى جواب شخصي، اش بغينا احنا من هذا الاتحاد؟ يعني نتحدوا اياه او علاش؟ ونرجع لمداخله الرفيق حكيم، قال على اننا نشتغلوا على مستوى فرنسا صح، وبناها في مداخلات سابقه ملي كنت معاهم في الجروب، على مستوى فرنسا يجب ان نشتغل ككيان مستقل ما يعود عنا ولا لا الزايد ولا عمر ولا الحد. اما احنا الحمد لله ما بيننا ما عندنا مشكل مكون تكنا كامل، انا عندي مثلا مشكل مع الكسير، ما عندي مشكل مع تلعسل، مع يبكوت، مع ولاد بوعيطه، ما عندنا مشكل، ولكن احنا شبغينا شندوروا من هذا الاتحاد؟ هذا هو السؤال. وشكرا. تكلموا كل قضية تعطي خمسة الناس، خمسة الناس واتفقوا مع الإخوة اللي خدامين أصحاب الفكرة هما هادو، ويكونوا تنسيقية في فرنسا، فهمت؟ تشتغل على تكنا ديال فرنسا، الساعة ملي يكون شي لقاء أوروبي
حتى هما صحاب بلجيكا هو الصاد الحمد لله ولا كلشي كبير باش كلشي يخرج بالطراضي وديك الساعه شوف بغيتي تكون تنس دابا ولا بغيتي تمشيو كما قال سامي اسمو سامي على النقطه اللي قال هو دابا تمشيو على ما تبقاو متواصلين تتكونوا عبر سميتو لان شي كنقول انا ربما انا تفرقع هنا عندي شي حاجه نرد بها السلام السلام عليكم. السلام. أنا راني راجع في واد نون ونعرفه الواد نون. ودوك النقادات اللي راكم كامل تعرفوا الأخبار. لهذا أنا راني عاجبتني هذه الفكرة ديال هاد الناس وندعمهم. ندعمهم 100% قبل لان هذه فكره زينه ولا داعي اللي كثرت لها راح الله يجازيكم بالخير حاولوا ديروا وايد فيه واتفقوا على مساله اللي هي لا هي تقدمنا القدام وخلونا من الحسابات الخاصه قولوا لنا الفائده الله يجازيكم بالخير وخلونا نقسوها هنا الله يجازيكم اختصار خلونا نقسوها هنا السلام عليكم. السلام عليكم حسين مسمى مسوي. اللي يقول عن ذلك يا غالي الله يفعل الأخ ذاك طويل عنه بغي يتكلم المجلس ومجلس على بعض المجد في هذه اللحظات اللي هي قدام يا غالي قد نأيدكم على جمعية تعدلوا باش تكونوا تعدلوا جمعية باش تنسكرية الصلاة وإذا كان يا غير خاصنا نركزوا على اولاد فرنسا اللي خلاقهم ونحمسوهم ونعلموهم شنو تكلم شنو تاريخهم شنو ذا كان ما تموا هذا ماشي هون ولا ماشي هون هذا نظري عندي جزاكم الله خير ورانا معكم شكرا يا غير بعد نسالي نسال دائما السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله مشكورين الإخوان كاملين على المداخلات وعلى النقاشات الهادفة البناءة ونتمنى إن شاء الله تجدوا إجابات على هذه التساؤلات اللي طرحتوها أنا أولا قبل كل شيء سأجيب على سؤال فيما يتعلق ما المطلوب أو ما الهدف من اتحاد تكنا الجواب على هذا السؤال وهو على أننا أولاً قبل كل شيء التخلص من جاذبية القبلية. القبلية هي المشكل الكبير والعويص بالنسبة لتكنا. منين تفتح تكنا وتعود على قلب الرجل الواحد لا يتذلل جميع الصعاب أمامها ولا تتغلب على جميع الصعاب أمامها ولا تعود خيمة ينضوي تحتها الجميع وثمرتها سيجنيها الجميع الحاضرون وسيجنيها الأجيال القادمة إن شاء الله يعني يجب أن لا نستهين باتحاد تكنا بالعكس نطلب من الإخوان جميعا هنا في أنقاذ الصالة العمل من أجل الاتحاد لأن الأمر لا يقتصر على أحد دون أحد الجميع معني بهذه المسؤولية والمسؤولية ملقاة على عاتق كل واحد منا هذا الإخوان اللي قاعدين هنا قدامكم ما هم مسؤولين عن تكنا ولا يمثلون تكنا انتوما هم تكنا وإحنا باغي المجلس يتكون منكم انتوما باغينكم اليوم تشاركوا وتخرجوا إن شاء الله بمجلس يكون تكنا أو يمهد الطريق أمام تكوين تكنا أما الإقصاءات هذا شيء مرفوض وغير مقبول وله خالف تكنا محتاجة ليانا ولك أنت وللجميع ولا الحد عن حد واهم من يظن أن تكنا يعني تقتصر على مكون معين أو على شخص معين لا ولكن أبناء تكنا البرارة
الغيورين على مسمى تكنا هم الذين سيبنون هذا الصرح، وهذا الصرح أولئك الذين سيشاركون في بنائه ستسجل أسماؤهم بأحرف من ذهب في تاريخ تكنا كما فعله الأجداد، لهذا حفاظا على تاريخ ثقافة تقاليد عادات تكنا يجب يعني السرعة وكل السرعة لبناء هذا الصرح. واسمحوا لي على الإطالة، ورانا من هنا تيان شاكرين أولا وقبل كل شيء الإخوان اللي جاوا وحضروا جزاهم الله خير، وننتظروا منهم الكثير ومنتظر منكم الكثير إن شاء الله في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كان ممكن نتفادوا الحاجزة ديال القضايا، وإذا كان ممكن يخرجوا متطوعين لجميع القضايا. إلا تسناو شي قبيلة قبيلتي تعطي ما عمرها أو تعطي واحدة، إلا تسنينا شي قبيلة تخرج شي حيت ما عمرها يخرج، إلا تسنيتوا على أن قبائلكم غادي يرشحوا ناس منكم ما عمرهم ما يخرج. علاش؟ قضات عليهم المشكل ديال المشاكل الشخصية بحال المشاكل ديال الانتخابات. راه مع إلا ما تطوعوش الإخوان كل واحد يتطوع ويخرج ونفكروا في تكوين منظمة اتحاد تكنا. أما جمعية لا تغني ولا تسميني جوع. منظمة اتحاد تكنا كيكون عندها صدد على الصعيد الدولي والعالمي، لأن منين تخرج للوجود كتسجل في منظمة الأمم المتحدة، وكيكون عندها وزن كبير على جميع أقطار من العمر بالممشى، يكون معترف بها دوليا عن طريق الأمم المتحدة. ومنظمة اتحاد تكنا راه أسهل ما يكون تخرج، ولكن إلا تطوعتوا وعطيتوا ناس اللي غايبين واحد القافلة وكل شيء غايلتحق بها. إلا كنتسناو نخرجوا قبيلة تخرج أنت ولا تخرج موسى ولا يخرجوا واحد ولا يتلحسن ولا حد، ما عمرها غادي تمشي، ما عمرها غادي تبنى. أنا كنهضر معكم من منطلق خبرة والتجربة. خاصكم تحطوا جانبا مشكل ديال ما كتمثلش القبيلة، مشكل ديال ما رضاتش عليك القبيلة، فداوه والتحقوا بالإخوان اللي تطوعوا وتطوعوا كان لي وبنيوا السفينة راه غادي يلتحق بها كلشي، عاد غادي يجي الرضا ديال كلشي. إما إلا كنتسناو على أن إيتياسين يرضيو على السالم أبدا، إيتيوسا يرضيو على أكبر أبدا، واحد أخر منكم أبدا، ما كايناش. طوعوا ونديروا ليد في اليد وفكروا في منظمه جمعيه لا تسمي ولا تغني من جهه، جمعيه حدها اللوكال ديالها المنطقه ديالها، منظمه اي واحد عنده الحق يبنيها. طوعوا وجلسوا الارض واجتمعوا عده لقاءات بدون اثارات اللي كان ممكن، وخرجوا منظمه ديال الفكره اللي عندها الحق تهز السقف ديال تكنا وتبنيه، والكل غيلتحق بالسفينه ديالها، حتى واحد ما بقاش غادي يتاخر. وسمحوا لي والسلام عليكم. يا الناس راكم تقعدوا تعدلوا، ياسين مش زي وياسين مش صالح، خليكم من الانتقادات وخليكم من ذي التفاهات، وهذا هو اللي احنا نتقدموا دائما، هذا هو اللي بينا احنا ما نتقدم. وما في يدينا كل شيء، والله عندنا الاساتير وعندنا الدكاتره وعندنا العلماء وعندنا المشايخ وعندنا يا غادي المجال الواسع على مجد، وراه مزركم الاغلبيه الساحقه راه اليوم ما طيروا شو اوروبا كامل اصلاح البيت، عدلوا الشيء هو في فرنسا والبلجيكي، عدلوا الشيء في بلجيكا وهولندا نفس الشيء وفي المغرب نفس الشيء، واللي في كل بريده كل هي عدلت تنسيق له، وهذيك الساعه منين يعودوا التنسيقيات كلها كل الدوله في التنسيقيه يعودوا ما يتحدثوا بيناتهم، يعودوا كلها يتكلم مع الثاني، يعدلوا اتحاد، يعدلوا الجمعيه، يعدلوا منطقه، يعدلوا منتدى، هذا كانوا قاعدين يعدلوه وكاملين خدامين الحمد لله. وما نحن راه كنا غاني مولانا عن ثاني، والحاجه اللي قلت تكنا ما نعرفوها، وكل هما اللي قاعد يقصدوا يعيش مخير وخدام ويدير شاب، ولكن
دائما متفائلين، نشوفوا ذاك البوش نصف ملان نقولوا عنه نصف ملان، اما ذاك المتشائم نصف خاوي. انا نشوف القدام يقد ما يصلحش، قال بعد ما تجي مني نشجع ندعم نعطي كلمه ابتسامه في وجه اخيك صدقه، قول معروف خير من صدقه يتبع اذى. اذا قول بتلاقي ما تعطيش يا غالي يا امه الاسلام ويا امه العرب، تعدوا يا قدوا يا سعدوا من صالح زين، وخلوكم من ترضى عنكم قبيله والله ما ترضى عن واحد وحدكم 20% 30% 40% الثاني راه ما ولا يجيكم والله لا عم زرتهم المهمين، وبقى قاعد لي ضاحك في المشروع، وهذا اللي يقول عندكم انتم مطمع سياسيه، هذا الرجال ما في واحد يخص هذا، وذاك العصير هما اللي جايين من عندياتهم، حنا باقي واحد عاطيهم بيه والله يجازيهم بالخير، وراه هما اللي ما داغين المنصب نقدروا نعملوا لهم هاك نسافروا يلا عطونا الرويج بلاصوهم، عطونا الرويج بمستوى وراهم تقدروا تعدلوهم. لهذا كلما هو رجال يتكلم مع اهلياته ويقول لهم شوف دينوا لنا قدام وعدوا لنا شي صالح وشي زين، وتوقع قضايا كامله هما اللي خزنها تقنع احنا ما قدروا قالوها في صالح ما والله ما قدروا قالوها. يلا جوا الوقت من شخص اثنين ثلاثه، وين مولاد بعيد وين مولاد والحويلات وين هم الزرقيين نظن عنهم هو غير انا نقول لكم ما سمعت حد اذكرهم خاص قضيه الثانيه الكامله الى قدين نعدلوش راهو خاكي اللي رابط هم اللي بهم يقول لك انا بيا خلاك فلان ما هي لا قاعد نغرض، وخاك اللي ماشي معمل الطرف الثاني يقول لك انا قاعد ماشي بيا جابر بيا في جيبي. هذا الشيء عرفناه وشفناه، ولكن التاخر في الوصول خير من عدم الوصول، وحياكم الله. هنا كقابله الحسين كان معكم بني عبد الهنايرة ناقشنا معه كل شيء، راه مستعدين الفكرة ديال مجلس أوروبا، راه مستعدين باش ندخلوا معكم في المجلس. ولد العم حموا كما كنعرفوا يا صاحبي هذي كما كنعرفوا ساعي حاكم عبد الله الخال نعرفوا أكابار ما نعرفوا فاطمة الحريطاني ما نعرفوا الغالي ما كنعرفوا ما نعرف حد. وين جاب الاتحاد تلاقينا في جروب الواتساب إلا تكرا بلا حدود، جا الغالي نشكر الغالي بغيت تصفوا بين الغالي كاملين تصفوا بين ولد فرنسا وتصفوا بين كاملين بين ولد فرنسا كيضحي باش يسكن والله لا كيضحي بمقتول ولد هنا ولد فرنسا اللي عمرو تفرجوا ولد فرنسا اللي ضحي بمقتول ما حضر حد منهم. الفكرة هذه مش مختصرة لكم ديال البروكوال. دخل الغالي عندي فيه ما كنعرفو كاع. عرفت كيف كان الكتاب اللي عندي دخل عندي السالة ديال نروح غرفة ديال الواتساب ديال فرنسا. قلت له عندي راه ما كاين والو شي. دخل عطيه الهضري ودخل لي عندي انا عارف الماضي كامل ودخلت انا كذا خسرناهم. قبل الاجتماع ديال 29 دخل الناس الاول ديال اوروبا كامل، ومن بعد دخلنا الناس ديال فرنسا قال ودي انتم تكونوا الفكره الاولى، وبعد بدو تكلموا على اوروبا كامل. جيت على حساب قلت لكم ان بروجي، يعني انا الافكار ديالي قلت لكم غادي نديروا الجمعيه على حساب بروجي، انا ما تكلمت على حساب لونيون ديال تكنا. لونيون ديال تكنا شي حاجه واعره، شي حاجه خاصها الوقت، وكيف قلت لكم ديك الخطره راه البروجي كيجمع الناس ماشي لي ديسكوسيون سون فان، لي ديسكوسيون سون فان سا فيني با. دونك البروجي اللي قلت لكم سيتي ان بروجي ديال لا بروتيكسيون سوسيال، لا بروتيكسيون سانيتير ديال على حساب لا تيليميديسين. لا تيليميديسين سي بروجي ماشي ديالي غير انا، ديالكم كاملين كلشي نتوما راكم في هذا البروجي. هاد البروجي تاع اللي جيت لعندكم راه مازال رانا خدمنا مع الجروب، واحد الجروب ديال واتساب. هذاك الجروب ديال واتساب فيه الطب عايدين كيف قال الغضف عايدين في امريكا، واحد موريتانيه كيف تعرف عطيتو، واحدين عايدين في نواكشوط فرماسيا، شي واحدين عايدين في فرنسا، شي واحدين عايدين في المغرب. يعني صوبنا حنا هذاك البروجي وخدمنا فيه شهرين، بقى لينا غير الفلوس باش نصاوبوه. هذاك البروجي اش كيقول؟ كيقول يعني تسكنا تجمعوا ولموا فلوس باش داو الناس اللي عايشين في الفيلاجات. الناس اللي عايشين في الفيلاجات كاين لي ديسبونسير،
دونك هذوك لي ديسبونسير فيه فاملي فيه الطبيب مي ماشي بزاف ديال الوقت. وداكش الناس المرضى كيمشيو لهاد الديسبونسير كاين ماتيريال وهذاك الماتيريال كيداويهم مع الطبيب من بعيد. المهم باش نفهمكم البروجي قلت لهم هاد الصدره نتفاهموا ديروا اون اسوسياسيون ايمانيتير ماهي بوليتيك ما والو اسوسياسيون ايمانيتير اش كدير كداوي الناس وحتى الدول غادي يعاونوكم راه سميتو فرنسا كتعاون بولا تيليميديسين في البينان دارت واحد البروغرام من 2009 pourquoi vous faites pas ça l'association ديال ايمانيتير نقول لكم الكلمات اللي قال حكيم لان كاين بعض الناس ما يفهمش العربيه يعني واخا كاين بعض النقاط ما يفهمش كما وزير لي بوين سيتي باغ نوتر امي حكيم سي دي بوين بروجيتي سي با دي بوين فيكس سي با دي بوين اتاشي سي با دي بوين كونستروي دونك سي دي بوين دو بروجيكسيون Et c'est des points qui demandent encore du travail, de la culture et du creusement. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ces points-là. Et rien n'est arrêté, et rien n'est fixé. Donc qu'on soit bien clair sur ce problème-là. Ce programme, il est demandé par tout le monde de participer par tous les moyens dont il dispose. Soit en proposant soit en saisant par quelqu'un pour bien confirmer son point et puis mettre son point à jour. Parce qu'il est très important que tout le monde participe au projet prochain. Et nous, de notre part, on va essayer au maximum d'avoir des contacts par-ci, par-là, pour bien voir les choses plus nettes. Il y a beaucoup de gens qui nous intéressent, qui sont dans le groupe, mais qui ne participent pas à la réunion, comme aujourd'hui. Et rien qu'aujourd'hui, le fait d'être tous là, c'est déjà un point positif pour Tekna. Quand je parle de Bouchouk, je dis Bouchouk, j'ai mis un, je vous remercie de vous parler à ce débat. Et Alhamdoulilah, ce débat que je vous ai dit, alors Alhamdoulilah, c'est un débat de vous, j'ai eu le Hamas, et j'ai eu le Tekna, et j'ai eu le Fouskoum. ما فيها انه دعمنا احنا ولا دعم الجمعيه ولا احنا رانا غير متطوعين معكم. ونزيد لكم واحد النقطه اخرى كان بعض الاخوان هما عارفينها وكان الشباب ما يعني جاهلينها بالنهايه وهي فرنسا في السبعينات كان فيها مسجد واحد مسجد اللي كان في فرنسا وكان في باريس وكانوا متطوعين كل المدينة كانوا فيها متطوعين 4-5 ناس 10 كونوا جمعيات والحمد لله راكم شفتوا المساجد اللي عامة فرنسا وعامة أوروبا بهذوك الناس المتطوعين جزاهم الله خير وهذا هو السبب اللي بغيناكم تفهموه وهذا هو اللي بغيناكم تشتغلوا عليه لأن لما كان المتطوعين راه ما يكون والو ولما كان راه ما يمكن له نكملوا قاعدين الحال وأنت لا ينتبه والله نجتمعوا على كلمة واحدة صعب من الصعب باش نجتمع ولا بد من هذا العمل وهؤلاء الناس اللي عملوا جزاهم الله خير الله يخف عليهم والحمد لله اللي مازال كاين بعض الناس فينا اللي الحمد لله يطوروا في هذه الامور ويدخلوا فيها وفيها امور كبيره يتحملوها من شي حد لان الحمد لله راهي فيها كلفه كبيره ما هي سهله والحمد لله انتم شفتوا في هذا اللقاء ياسر ماجد شوف غير ذاك العدد اللي في اسمه في الواتساب وشوف العدد اللي جاء من وراء الهاتف كل شيء سهل ولكن باش يجي للحضور يدعم نفسه دعم لنفسه قبل كل شيء دعم لنفسه ما يجي وشنو تقول لا تقول انت مالك تكلي والله مالك حاضر والله مالك لا هذو كامل الحمد لله تكلي والله ما جاوا غير رانا معتزين بهم ومتشرفين بهم والحمد لله رانا كنطلبوا منهم باش يشاركوا فخر هذا الواتساب راه شراكه ولله الحمد. مثلا قلنا على ان وضع حجر اساس لتكوين تاسيس المجلس الاوروبي التكلي وضع حجر اساس ما هو تكوينه؟ تكوينه ما هو خالي فكره عنها لا يتخلف في المستقبل
كيف اللي قال احمد سالك تكوين لجنه تنسيقيه في الاجتماع القادم ان شاء الله ولا نجرو ملي نلوذوا له باش تجمع تكنه يا غير بغينا الافكار تمشي هيس الناس على ان التكنه راهي باغي تكون مجلس اوروبي تكني يعودوا فيه كي وضحت لكم المكونات والتمثيليات يعني كل هذه الافكار اوروبي ولا فرنسي احنا كان عندنا هدف اكبر اوروبي اسمح لي شوف احنا عندنا الرسم هو هذا عن مجلس يعود فيه مجلس اوروبي على مجلس اوروبي افق هي تكون فرنسا تعدل تنسيقيتها عدلوا الناس ديالها فرنسا بلجيكا تعدل الناس هم اللي بالتنسيق معهم وهولندا تعدل الناسها يتكونوا وهذا زين في العين وزين في لوذن وزين في كل شيء بوركينا من مالها مالها ما تعدل مجلس اوروبي كبير نجروا فيه ونعدلوه ولكن بمساعدتكم انا الناس اللي تكلموا هيك خاصهم يجوا ويحضروا ويدخلوا وكلها يتحرك من جهته ونعودوا من السقين لغضف حمّة أحمد سالك إبراهيم صالح الشخص اللي تكلموا جديد هذا الناس بغيناهم يقعدوا أطار لأن ما قلت أنا عندي أفكار باغي نعطيهم اللغضف ولغضف عنده أفكار ويعرف ناس ويعرف أطر ويعرف كذا بسم الله نقعدوا إحناها من الاتحاد كنا نقعدوا أطار ونجمعوا وكلها يعطي أفكار ونتعاون بيننا ونستعد للاجتماع القادم ما هي إلا هاي الجماعة اللي هون هي اللي تستعد للاجتماع القادم الاجتماع القادم يستعد له حمّة ويستعد له أحمد سالك ويستعد له لغضف ويستعد له حاكم ونقعدوا على الطابل والمستمعين جميعا ما هو حد عن حد كل هاللي عنده غيره منكم يتصل ويجي ونقعدوا على الطابل كامل وراني ما عندنا مشكل كيف يعرف حمّة شغلتنا ما فيها إلا ست تشتغلوا عندي أنا باغي نشغلونا حتى الحد يا غير والله العظيم اليوم لما منك شغلتي ولا عندي عني مخبزها على الشركة كومبلي قسما بالله ولا لي عارف ليه الحد معاهم يوم الاثنين راهو يعرف ذاك الراجل مسؤوليتي لها شغلتي غير لا بالنسبة المسألة منين تعود فيها التكنة والله يعمل هالشغلة تخسر اللي يبغى يخسر يا غير منين يعودوا وحدات وأصحاب حمى ولغضف وأحمد سالك بغيناهم يعودوا هون معنا وصالح والثاني وكل جميع كلها الله يجازيكم يبذل مجهوده من جهته هو ابراهيم كاملين كلها يجري من جهته لا ينعدلوا بيان ختامي ابريك ولا يصنت له كل شيء باش تعود النزاهه في الامور ما يمرقوا الناس من هون والبيان الختامي راهو خلق له نو وراهو في بث مباشر لا يقيس العالم كامل باش تعود امور واضحه حبينا على هذا البث المباشر باش تعود نوع من النزاهه في الامور كامله واي اجتماع لا يتم نعدلوه كبير غنم يعود فيه بث مباشر كل شيء يتكلم كل شيء قدام العالم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله يجزينا جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين البيان الختامي لاجتماع يوم 5 في الشهر 10 2019 في مونت لاجوري بسارت لاغورا حضره العديد من ابناء مكونات تكنا تم وبعد ذلك الافتتاح وعرض فكره اقامه مجلس يضم كل مكونات تكنا وتبعها عدد من التدخلات تم فيها عرض عده مواضيع وكان اهمها الحاح المجلس التنسيقي على انه لا يمثل تكنا باوروبا بل يأمل أن يجد أناساً غيورين على هذا المسمى اللي هو تكنا بأن يشاركوا في وضع حجر بناء المجلس وفي انتظار تاريخ اللقاء القادم الذي سيتم من خلاله إنهاء هذا البناء تم بمونت لاجوري يوم 15/10/2019 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاكرين أهل الحضور اليوم جزاهم الله خير جاهم بعيد وجاهم قريب وكان حضور الحمد لله مكثف رغم منها بداية والبداية دائما هي فيها وش نظر وفيها كلام وفيها ظنون ولكن الحمد لله تكنا دائما هي بخير دائما بدايتها بداية زينة
وحتى ملي عاد ذاك استمرارية زينة بحمس بنوايا صادقة ولله الحمد. وحنا رانا مسلمين على تكنف حال العالم وشاكرين تكنف هذا الامتياز وهذا التجمع وهذا العمل هو التكنين كاملين. وبغينا كل حد يحذو حذو العمل وهالعمل ويحذو حذو البناء ويساهم في البناء من بعيد ومقريب ونهنوهم على الاجتماع لليوم لأنهم الحمد لله راه يتكون مجلس التكنف فورم وهذا الحمد لله شيء مثمن وشيء مهم. هذا المجلس هدفه هو مشاركة المكونات مشاركة الدول من تمثيليات تعني تكنا وتمثل تكنا في المجلس الأوروبي التكنا الأوروبي. أولاد تكنا الأحرار وبنات تكنا الحرات نسلموا عليكم كاملين من هذا المنبر اللي اليوم الحمد لله حضروا ياسر من أولاد العم وبنات العم الفاضلات أولاد العم الفضلاء وراو كان اجتماع زين وناجح بكل امتياز وراجين من عند الجليل الجميل إن شاء الله يكمل بالخير. ونقول لأولاد تكنا وبنات تكنا وقعنا جيت متأخرة شوي عن نمشي القدام بهذا الحراك التكني إلى الأمام. راو كان نهار زين وعظيم وراجين من عند الجليل الجميل الله يكمل علينا وعليكم بالخير وعلى جميع المسلمين. راني مسلم على التكنة في العالم وراني نحمد لهم على السلامة اجتماع راهم رقم إن شاء الله زين وبنقط زينة وبصايات زينة وراهو بلا مشاكل وأمور زينة وبالفعل في بعد التناقضات اللي هي صحية. وهذا الحمد لله التكنة اليوم رغم أنه اللي كان ينقال في الواتساب اليوم الحمد لله في الأصال ذا كامل زين وبوضوح لكل حد وكلها فهموا وكلها عرف عن ذاك اللي ينقال وراء الكواليس ما هو اللي اليوم في الأصال ذاك اللي يقوله وراء الكواليس ما جبروه اليوم. وإحنا نجروا ونحضروا وما مسيفنا حد على ذا ألا من عزة مصلحة تكنا فوق جميع الاعتبارات وخاصة في أوروبا. أوروبا معولين عليها أكثر من الجميع. واليوم يا أولاد العم ويا منات العم يا تكنيين وتكنيات رانا داعينكم للتكتف والجهود وللغيرة وللحماس المعهود فيكم باش تمشوا إلى الأمام وتمشوا أفذا كرجل واحد وكمرأة واحدة. ورانا ما نغنين على لقاج منكم من أي مكون والله يجازيكم بخير ونبشركم بأن هذا اللقاء كان في المستوى المطلوب وكانت فيه نساء ورجال في المستوى المطلوب. وهون الحمد لله العليات أنا هون معايا عليات إن شاء الله له نبدأ من الآن بإذن الله نعدلوا اتحاد التكنيات راهو عندنا فات عاد في نواكشوط وضركاتياها له نعدلوا اتحاد التكنيات هون في باريس بإذن الله بدأ اليوم بخمس عليات وله إن شاء الله ينضافوا للتكنيات كاملين وله نعدلوا نفس العمل اللي نعدلوا في موريتان وهذا له يعود عبر العالم كامل بإذن الله. سائلين الله تبارك وتعالى أن رجالنا يتوحدوا ويعودوا إيد واحدة ويعودوا يا مولانا تتوحد على يديهم أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est l'occasion de présenter mon projet de télémédecine et j'invite toutes les tkniyats à présenter leur projet s'ils en ont et à s'unir pour que demain la protection sociale, la protection sanitaire soit plus un problème mais une solution. Merci beaucoup. Alhamdoulillah حضروا الناس في المستوى اليوم طرحوا افكار اللي تعود ان شاء الله فعل خير للحركه اللي جاتكنا. واليوم الحمد لله قطعنا واحد الاشواط كبيره نحو تكوين واحد المجلس ديال تكنا باوروبا ان شاء الله اللي غيتكون مستقبلا مع تشاور مع بعض الناس اللي يعني هنا في القاعه اللي حضروا معنا رغم انتقادات ورغم اسئله طرحت اليوم في اللقاء هذا الحمد لله كانت اسئله فعل خير على اللقاء هذا وفعل خير على الحراك ديال تكنا ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع وهذا الشيء كامل راهو صالح تكنا ونتمنى الناس تخالطوا الحراك لجميع انحاء العالم اللي تكني نتمناو الشباب الشيوخ ينخرطوا لنا في هذا الحراك هذا باش نمشيو لقدام ان شاء الله باش توحد تكنا باش يكون مستقبل زاهر لولاد تكنا ولادنا وبناتنا.